حسن فتحي لما صمم المدينة الجديدة كان هدف أساسا أنه يخلق عمارة صديقة للبيئة عمارة وعمارة موفرة للتكاليف، فكان نظريته بيقول بص تحت رجليك وابني. حسن فتحي كان ساكن هنا في البيت ولا كان ساكن في بيجي قد البيت. إيه بقى هنا في سنة؟ هو عاش فترة 15 سنة في البيت. دي ابتدت توجع. كان عامل عزل جيد وتهوية جيدة لكل الحجرات بحيث أنه يعمل بيت صحي مش نقل العدوى. كل دي أفكار كانت ثورية في عصر حسن فتحي من 60 سنة، وهي دلوقتي بقت الأساس للمسمى العمارة الخضراء أو العمارة المستدامة. يزيد المنسوبة بتاعها حتى بالبيت. بتبقى درجة الحرارة في الصيف لطيف كويس يعني بالنسبة لجو جونا الحار، في الشتاء بيبقى الجو برضو دافي، وده منظومة ممتازة يعني كويسة، بس في الفترة دي تغير الحال. بداية الأربعينات كانت الحكومة قررت تنقل أهل الجورنة القديمة من منازلهم فوق الجبل لمنازل جديدة ليهم تحت. أنا النهاردة جزء من فريق جمعوا صندوق الآثار العالمي WMF على العمل دراسة اجتماعية اقتصادية تبين حالة الناس وتأثرها مع المباني المحيطة. أنت عارفة الصور دي؟ عارفة الجورنة القديمة؟ عارفة الجورنة دي بتاعتنا. دي بتاعتكم؟ كنت ساكنة فيها أنا. كنت ساكنة فيها؟ كنت الأول ساكنة فيها، اتربيت فيها. أول ما دخلت فيه كان كويس. كان كويس بقى... جباوي وواسع بتخش فيه كل ده كان حوش. تدم علينا بيتنا. إحنا يوقع. بيتك بيتنا إحنا يوقع. أنا شوية نلقى مية نطير لبرة. نلقى حاجة تحدف علي من فوق نطير، لكن العويلات دل اللي راكدين كلهم فما نلقى واحدة غلط. عندهم ارتباط حنيني جامد قوي للمكان، عندهم ارتباط قوي جدا جدا بالمكان، يعني مهما كانت الظروف سيئة في المباني في الحياة في المعيشة. حبيت البيت والراجل اللي بنى يعني بسطقة يعمل مناور، ما فيش كان كهرباء، ما فيش تلاجات، ما فيش أي حاجة، عامل مناور عشان تجيب الهواء. ودلوقتي مار يعني مار ميوبة بالقلم وبس. الساس لو حتان كان مظبوط، لكن الساس فيه أملاح، حجر فيه أملاح طرشة ريحت المباني. الأساسات معمولة من الحجر الجير اللي هو بيدوب مع المية ومع الرطوبة ومع كده. معنا الأرض هنا لو كحت على 50 سنتي هتجيب، لو أنت فحت على 50 سنتي هتجيب المية هنا. مش عاجبني البيت الأساس، الأساس بتاعه الأساس بتاعه، لأن يعني ما بعديش 3 شهور عليه وبروح نجدد الأساس تاني، نعمل ترميم تاني في البيت، فده بالنسبة لنا مكلف. إننا كل 3 شهور 4 شهور ما عديش 3 4 شهور ونروح نعمل تجديد تاني في البيت بالنسبة للأساس. يستحسن والأفضل، واللي هتلاقي ناس الجرنة أو ناس القرية النموذجية يساعدوا فيه اللي هيعمل لهم كده، يخلوهم في مكانهم ويعدوا لهم البنيان تاني، لأنه إحنا برضو مرتبطين بالحتة دي، لأنه برضو إحنا عيلة وناس مرتبطين مع بعض في عدة حاجات، نسب وأهل وجيرة وعشرة. هو في مصطلح بنقوله حلو، بنقوله روح حسن نعيد البنيان بروح حسن فتحي مش بطينة حسن فتحي. اللي هي تتمنى الناس إنه ماشي، الحكومة مثلا لو عاوزة تبني قرية حسن فتحي وتحتفظ بالتراث أهلا وسهلا، وتبني لنا بس تبني لنا حاجة بالطوب الأحمر زي ما احنا بنقول، الطوب الأحمر عشان بيتماسك مع الجو اللي احنا فيه حاليا. فهنا احنا عايزين حاجة مريحة للناس تريح الناس، تبقى الناس عايشة في هدوء وسكينة وراحة ومطمئنة ان هي مش هتتقلع من مكانها اللي هي جات فيه من الستينات، من هنا او من قبل الستينات. اللي عايز اقوله ان انا عايز اقعد هنا في بيتنا، مش عايز اطلع في اي مكان، وإن كانت في مشاريع يا ريت تكون في مشاريع لنا عشان نشتغل، عشان في ناس تاني غير أن تلقى تشتغل، في ناس كتيرة شباب كتيرة راقدة من غير شغل عاطلة. احنا نقعد هنا، نقعد هنا عشان بنيتها أنا.